وتقعد عايشة حياتها 10 سنين وما يتبدل فيها والو، الوقت يعني نقعد هاك ها؟ وقت شي يجي يبدل حياتي ويزهيها. باوية الحر يفهم بالغمزة، وأني فاهمك مليح. قول ولا غير فهمتني. ضاوية حتولي عندك حياة تانية ومعايا. قول والله يعني راك قابل. قابل برك. أنا غير عيطتيلي صباح جيتك هكاك شتك قاعدة وتوكلي في الهادي، عرفت بلي أنتي مرة ومسؤولة وفهمت كلش. فهمت كلش يا ربي، شحال تمنيت هذا النهار واستنيته بدقيقة. أنا من زمان وأنا فاهمك. إيه؟ ملي كنتي تجي تحومي عليا كي الحمامة وتسقسي الصغيرة الكبيرة، بصح كنت نزيد نتأكد وتأكدت هي عندي شحال، وأنا نقول يا سليمان هاك وحدك شقيت تعبت لازم لك كتاف يوقف معاك نقص عليك، جاب لي ربي جا وقتها. سقطينا انا نقول لك وهذا الواحد يعيش لوحده، بس سقطيك برك وقتاش نسهل ان شاء الله. يا مطلق صاحبي شنو تقعد بيناتنا؟ اخلاقك حب خويا تبعدني يا سليمان. واش دخل خوك؟ ما كيش حتخرجي من الدار. وانا ما تخليني تاني قاعده في الدار. و ضاوية هي دوك نشوف اسكو نخليك ولا نخرجك. استنى استنى خليها بيناتنا نشوف الا نخليك ولا نخرجك. قولها لي في وجهي ثانية. حاوز بك سليمان خاف ربي. عيتيني هي حكايتها خفيفة، عندك 3 مرضى، الهادي تعطي له ياكل ديرو تشكا ويرقد، عيشة تعطي لها الفيتامين تسقسي على الطفل، روزة هاكي على بالك مسكينة تعطي لها دواها حتى تروح للطبيب تاعها. صح ساقسي برك ساقسي. وهادو كاع واش دخلهم في حكايتنا؟ واش من حكاية؟ كيف رملية وديري كيما درتي صباح. هلا هنا راك ناوي تخليني فرمية في الدار؟ حتولي طبيبة واقيل وطيري لي خبزتي.